بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. تقلها 150 جرام، عرضها يتراوح ما بين 68 ل ايوه من 68 ل 70، جلده منفوخه. تستغرب كده وتقول يعني هي دي ايه اهميتها يعني في الكوكب؟ ايه دي؟ ايه دي علشان الدنيا كلها تتهد حواليها؟ في يناير 2019 وقف عبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الاماراتي لكره القدم، رئيس رابطه المحترفين، في واحد من المؤتمرات المهمه عن اقتصاديات كره القدم، وقف علشان يقول ارقام مذهله عن الجلده المنفوخه اللي الناس لا تلقي لها بالا. فقال ارقام صادمه لكل من جلس في هذا المؤتمر. قالك انه تعداد البشر حوالين العالم 7 مليار نسمه. تخيل الرقم ده، تعداد الناس 7 مليار نسمه. قالك انه مليار نسمه بيشتغلوا في صناعه الجلده المنفوخه دي، اللي كلها على بعضها ما تجيش 450 جرام، ما كملتش نص كيلو. قال لك ان وفقا للاحصائيات اللي خارجه من امريكا، اقتصاديات الرياضه، مش كره القدم بقى، نتكلم بمضمون اوسع واعم واشمل، اقتصاديات الرياضه في امريكا اكتشفوا انها تعتمد الى حد كبير على رقم وصل ل 220 مليار دولار سنويا حوالين الرياضه. ده رقم اضعف من الانتاج الامريكي في اكبر صناعه هم بيشتغلوا فيها اللي هي صناعه السيارات، وسبع اضعاف ما تنتجه السينما الامريكيه. ياه، الرياضه والكوره دي جزء منها بالارقام الفلكيه دي؟ بالارقام الفلكيه. أقول لك أنت وأقول لنفسي ونقول للناس، الكورة دي لما اتحطت عليها الكمامة دي، لما دخلت الحجر الصحي ده، لما بقت في أزمة كبيرة، الأرقام مرعبة في العالم كله عن هذه الخسائر. 750 مليون يورو خسائر بس في الدوري الإسباني، مش نتيجة إلغاء بطولة الدوري الإسباني، لا لا، نتيجة التأجيل. 750 مليون جنيه استرليني، اقول لك يورو عفوا. اقول لك رقم تاني اكتر يخضك، انت بتتكلم على 3 مليار تقريبا بيدخلوا للدوري الاسباني من عوائد البث التلفزيوني الخارجي. كل هذه العوائد مهدده بالفسخ، وبالتالي تعود عليهم بالخساره. اقول لك اللي اكتر من كده واللي اهم من كده، العالم كله ما بيفكرش في حاجة دلوقتي غير انه يفك الكمامة دي من على الكورة دي علشان تتنفس تنفس عادي، علشان اقتصاديات كرة القدم شيء مرعب وشيء مذهل. الشيء اللي احنا بنتكلم عنه ده ومستخفين بيه جدا جدا، اقتصادياته مرعبة. السلامة والأمان والمحافظة على اللاعبين ده جزء أصيل في منتهى الأهمية، لكن الخطط البديلة لازم يكون ليها وقتها. حط الكرة على جنب علشان نقرأ بأرقام حقيقية ومهمة.